آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على أشرف خلقك وسيد رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نقرأ في كتاب نور الإيضاح للإمام الفقيه العلامة حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي، وهو يجمع فيه مسائل العبادات على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وهو أحد أئمة السلف والمجتهدين الذين استقر عليهم إجماع الأمة في قبول مذاهبهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، أئمة أهل السنة والجماعة. وصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية الكلام عن شروط الصلاة وأركانها، وهي الشروط التي إذا تخلف شرط منها فسدت الصلاة ولا تصح. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض ما يتعلق بهذه الشروط، سنتكلم عن بعض ما يتعلق بستر العورة، ما يتعلق باستقبال القبلة، ما يتعلق بالطهارة من طهارة المكان والبدن والثياب وغير ذلك. ثم سنتكلم بعد ذلك عن واجبات الصلاة، ثم عن سننها، ونتوقف قليلا ثم نشرع إن شاء الله أيضا في الحديث عن آدابها وعن تركيب كيفية الصلاة مجتمعة، بعدما عرفنا الأركان وحدها والشروط ثم عرفنا الواجبات والسنن والآداب. سنتكلم عن التركيبة النهائية للصلاة بتجميع كل هذه الأمور، وإنما أفرد الشيخ لكل أمر من هذه الأمور مبحثا خاصا، لأن ما يترتب على كل أمر من هذه الأمور مختلف عن الآخر. فمثلا يترتب على فقدان شرط أو ركن من أركان الصلاة عدم صحة الصلاة، يترتب على فقدان واجب من واجبات الصلاة أن هذا الواجب يجبر بالسهو في حال النسيان، ويأثم الشخص مع صحة العبادة في حال التعمد، ويستحب له الإعادة. ويترتب على السنن أنها لا يترتب على إذا نسي سنة لا يجب عليه السهو. فكل أمر من هذه الأمور له حكم خاص، فمن أجل ذلك أفرادها الشيخ حتى يستطيع الطالب أن يستخرج الحكم الخاص بكل صلاة بحسب الذي فقد من هذه الصلاة. فنبدأ اليوم إن شاء الله بكلام الشيخ عما يتعلق بشروط الصلاة التي انتهينا منها في الدرس الماضي. فقال: تجوز الصلاة على لبد، بكسر اللام وسكون الباء، هكذا لبد. تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. كنا نتكلم في الدرس الماضي أنه يشترط طهارة المكان، وأن الإنسان إذا صلى على مكان نجس لا تصح صلاته، والعبرة في هذا المكان بموضع القدمين ثم بموضع الرجل في موضع الأعظم السبعة في حال السجود، أطراف الأصابع أو الأقدام، ظهر القدم والركبتين واليدين والجبهة والأنف. ما الحال لو صلى الإنسان على شيء مثل المرتبة التي توضع على السرير؟ هذه غالبا تكون سميكة، فربما تنجس أعلاها، فما الحال لو صلى الإنسان على أسفلها، على ظهرها الآخر؟ أو مثلا ما يقال حاليا البطانية، أحيانا توجد بطانية لها طاقان تتكون من طبقتين، فما الحال لو تنجس أحد الطبقتين؟ هل يجوز الصلاة على الطبقة الأخرى أم لا تجوز؟ هذا الذي قاله الشيخ: تجوز الصلاة على لبد، لأن اللبد هو عبارة عن شيء مجموع من شيئين، ولكن ألصق أحدهما بالآخر إلصاقا شديدا فصار كالشيء الواحد، ولكن هما في الأصل شيئان. فاللبد شيء يفرش عادة على الأرض يتكون من طاقين، ألصق أحدهما بالآخر إلصاقا شديدا. شبهته بمرتبة السرير، لأن غالبا لها ظهر ولها باطن، وغالبا في المعتاد مثلا كانت محشوة قطن أو محشوة إسفنج أنه لا ينفذ
النجس من أعلاها إلى أدناها غالبا، فما الحال لو تنجست من أعلى ثم قلبها الإنسان وصلى على مثلا أسفلها، أي نقول الظاهر والباطن، تنجس الظاهر فما الحال لو صلى على باطنها، أو كما قلنا البطانية التي تتكون من طاقين؟ قال الشيخ يجوز، يجوز على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس، يعني هو صلى على الجهة الطاهرة فلا يضره ما كان أسفله. لماذا؟ قال لأن له من السمك والثخانة ما يمنع وصول النجاسة إلى المصلي، فيعتبر كل طاق كأنه شيء مستقل. قال وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة. أحيانا الثوب يكون له ثوبان، ثوب ظاهر وثوب داخلي يسمى البطانة، فإذا مسكت الثوب تشعر أنه له ثوبان. فما الحال لو كانت البطانة الداخلية نجسة إلا أنها لم تنفذ إلى الظاهر، فهل يجوز الصلاة على الظاهر؟ قال وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضروب، يعني لم يكن ملصقا إلصاقا شديدا بحيث يصير ثوبا واحدا، ولكن إذا كان بينهما نوع انفصال. قال وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. هنا مثلا يتخيل فراش طويل أحد أطرافه نجس كالسجادة مثلا، سجادة طويلة متران أو أكثر، والطرف الآخر طاهر، فما الحال لو صليت أنا على الطرف الطاهر في حين أن هذا كله فراش واحد سجادة واحدة ولكن أحد طرفيها نجس؟ وليس ذلك فحسب، بل إذا حركت أحد الطرفين يتحرك الطرف الآخر فهي قليلة صغيرة، فما الحال لو صليت على الطرف الطاهر؟ قال جائز لا بأس في ذلك طالما أنك صليت على الطاهر حتى وإن تحرك أحد طرفي هذا الثوب بتحرك الآخر. أيضا لو ثوب طويل أو ثوب كبير أو ملآة كالملآة التي تفرش على السرر، إن صلى على أحد طرفيها وكان طاهرا صحت الصلاة حتى وإن كان الطرف الآخر نجس، حتى وإن كان الطرف الآخر نجسا. قال وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح، ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطرف الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته، وإن تحرك لا تجوز. هنا يتكلم عن مسألة أخرى، وهي أنه لف رأسه بعمامة ولكن لهذه العمامة طرف نجس وهو وضع على رأسه الطرف الطاهر. أحيانا توجد عمائم يلفها الإنسان على رأسه يصل طولها إلى 12 مترا مثلا أو 10 أمتار أو 5 أمتار إلى غير ذلك، عمائم تكون ضخمة وكبيرة، فما الحال لو تنجس أحد طرفي هذه العمامة؟ فعندما أراد الصلاة ألقاه، بمعنى ألقاه بجواره ولف الطرف الطاهر على رأسه ثم صلى. قال ننظر في حاله، هل أثناء حركته للصلاة من ركوع وسجود وقيام يتحرك الطرف النجس أم لا؟ فإن رأينا الطرف النجس يتحرك فلا تصح صلاته. لما؟ قالوا لأنه صار متلبسا بالنجاسة، فكلما تحرك في صلاته تحرك الطرف، إذن هو متلبس بهذا النجس. أما إذا لم يتحرك الطرف النجس بحركته في الصلاة من قيام وقعود وسجود وركوع غير ذلك، إذن لا يصير متلبسا به وتكون صلاته صحيحة ويكون هذا الجزء كأنه منفصل عنه. إذن هذا يختلف عن مسألة الثوب الذي يصلي عليه، فقلنا إن تحرك أو لم يتحرك فصلاته صحيحة طالما على مكان طاهر.
أما في العمامة وطرف العمامة النجس ننظر إلى الطرف النجس، إن تحرك لا تصح الصلاة مع لف الرأس بالطرف الطاهر، وإن لم يتحرك تصح الصلاة. قال: وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. الآن إنسان أصاب ثوبه نجس مانع لصحة الصلاة، بمعنى أنه زاد عن الدرهم قدرا أو مساحة في النجاسة المغلظة، أو زاد على ربع الثوب في النجاسة المخففة، وليس معه غيره، يعني ليس معه ثوب آخر بأن كان في سفر أو غير ذلك، ولا يجد ما يزيل به النجاسة، فهو لا يملك إلا هذا الثوب، فإن خلعه مثلا لغسله سيصير عريان، فإذا لا تصح صلاته. قالوا: يصلي مع وجود النجاسة لأنها حالة ضرورة. إذن إذا وجدت نجاسة في الثوب مانعة، ولكن لم يملك الإنسان ما يزيل به هذه النجاسة، ولم يكن معه ثوب آخر، إذن يصلي مع هذه النجاسة ولا شيء عليه. قال: ولا إعادة عليه. لما؟ لأن التكليف بحسب الطاقة، التكليف بحسب الطاقة، وهذه طاقته. قال: ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا، فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. الآن يتكلم عن الشرط الآخر، شرط ستر العورة. قلنا: إن صلى بغير ستر للعورة فصلاته غير صحيحة. فإذا كان فاقدا لما يستر عورته، ليس معه ثوب، كان مثلا سجن أو حبس أو كان أسر عند عدو فجرده من ثيابه أو غير ذلك، فهو لا يملك ما يستر به عورته، حتى ولو كان حريرا، بمعنى هو حتى لا يملك الشيء. الحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه، حرام على رجال هذه الأمة، لكن إن وجده ولم يجد غيره لستر عورته تجوز فيه الصلاة، لأن إظهار العورة أفحش من ارتكاب حرمة لبس الحرير. إذن إن وجد ثوبا حريرا يلبسه ولا يصلي بغير ستر للعورة، بل يستر العورة حتى وإن كان ذلك بثوب حرير أو حشيش، بمعنى أنه يستطيع أن يجمع بعض أوراق الأشجار وبعض أوراق الشجر أو بعض الحشائش ويستر بها ما استطاع من عورته المغلظة مثلا، إن أمكنه ذلك يجب عليه أن يفعل ذلك، فهو يحتال لستر العورة ما استطاع. فإن لم يجد، قالوا: إن وجدت بركة طين، وجدت بركة طين يعني مكان منخفض وفيه ماء وفيه طين، ماء ملوث، بمعنى أنه إن دخل هذا الماء لا تظهر عورته، يعني الماء لا يشف العورة بأن كان وحلا أو غير ذلك، قالوا: يجب عليه أن يدخل نفسه فيه ويصلي إماء كما سنعرف إن شاء الله كيفية الصلاة الإماء، ولا يصلي قائما راكعا ساجدا، قالوا: لما فيه من فحاشة ظهور العورة. فمن أجل ذلك إن وجد ما يستر به عورته، سواء وجد حريرا أو وجد حشيشا أو وجد وحلا أي طينا يمكنه أن يستر به عورته، وجب عليه أن يستر به عورته. فإلا بأن لم يجد شيئا من هذه الأشياء مطلقا، إذن وصلى بغير ساتر للعورة صلاته صحيحة. لما؟ لأنه لا يكلف إلا بهذا، فهو احتال ولم يجد حيلة لستر عورته، إذن وإن صلى مع ظهور العورة فصلاته جائزة. هل سيصلي بالإماء أو يصلي بركوع وسجود؟ سيأتي الحديث عن هذا. قال: فإن وجده، أي وجد شيئا ساترا للعورة حتى ولو كان حريرا، ولو بالإباحة، أي إباحة الغير له، بمعنى هذا الشيء لا يملكه هو، الثوب هذا لا يملكه هو، ولكن صديقه أباحه له، أجاز له أن يصلي فيه، يجب عليه أن يستر به عورته حتى وإن كانت فيه منة
بمعنى بعد ذلك صديقه هذا يمتن عليه ويقول له أنا أعطيتك ثوبي حتى وإن كانت فيه منة، لأنه يجب عليه ستر العورة. قال وربعه طاهر، فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا، لأنه وجد ما يصلي فيه. وخير إن طهر أقل من ربعه، وخير إن طهر أقل من ربعه، بمعنى هو وجد ثوبا بالإباحة أو بغيرها، ولكن هذا الثوب نجس فيه نجاسة مانعة، لأن النجاسة زادت عن ربع الثوب، لأن ما أقل من الربع كان المفترض أن يأخذ حكم الطهارة حتى وإن كانت مانعة، ولكنها أقل من الربع، فإن وصلت الربع فكأننا نحكم على هذا الثوب بأنه كله بأن الثوب كله نجس. إذن ماذا نفعل؟ قال يخير، خير بين أن يصلي فيه أو أن يصلي عاريا. قال وخير إن طهر أقل من ربعه، يعني مثلا أكثر الثوب نجس ولو حتى فيه الربع طاهر، فالثوب كله نجس، فهل يصلي في ثوب كله نجس أم يصلي بدون ستر عورة؟ قال خير، ينظر هو، ولكن الصلاة فيه أحب وأفضل، الأفضل أن يستر عورته حتى وإن كان الستر بهذا الثوب النجس ولا يصلي عريان. وإتيانه بالركوع والسجود إن صلى عريانا بالإيماء قاعدا هو الأولى، يعني هو الآن مخير بين أن يصلي بثوب نجس أو يصلي بثوب أو بغير ثوب، الأفضل هو مخير، ولكنه الأفضل أن يستعمل الثوب النجس. قدر أنه اختار أن يصلي عريان، فهل الأفضل أن يأتي بركوع وسجود أم يصلي موميا؟ قالوا الأفضل أن يصلي موميا، بمعنى أنه يجلس ويقعد ويومي بالركوع والسجود، فيخفض رأسه في حال الركوع قليلا ثم في حال السجود يخفضها أكثر، ولا يقف، فيكون جلوسه ساترا لعورته. فإن صلى قائما راكعا ساجدا لا بأس، هذا صحيح لأنه فاقد للثوب، إلا أنه فعل الأقل، فالأفضل أن يصلي قاعدا موميا. إذن إن صلى بركوع جائز، ولكن الأفضل أن يصلي موميا، فهو أقل في الفضل. لما؟ لأن الإنسان إذا ابتلي ببليتين فالأفضل أن يختار أيسرهما ولا يختار الأشق. قال وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريان، يعني الإنسان يصلي في ثوب النجس أفضل من أن يصلي عريانا. ولو وجد ما يستر بعض عورته وجب استعماله. هو لم يجد الآن ثوبا كاملا، ولكن وجد قطعة من قماش يمكن أن يستر بها مثلا منطقة النصف منه، إذن وجب عليه أن يستر هذا المكان بما أمكنه من هذا الثوب، إذن يجب عليه أن يستعمل ما أتيح له مهما صغر. قال فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا، وخير إن طهر أقل من الثوب، وصلاته في ثوب النجس الكل أحب من صلاته عريان، ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. ويستر القبل والدبر ما استطاع، ما دام جاء، وإن وجد شيئا يسيرا يستر القبل والدبر فقط، نعم قال يستر الدبر والقبل ثم يصلي. إن لم يكفي إلا لأحدهما، إما أن يستر القبل أو يستر الدبر، فأيهما يستر؟ قال فإن لم يستر إلا أحدهما، يعني هو معه ثوب أو معه قطعة من قماش، ولكن هذا الثوب الصغير لا يمكن أن يستر الجهتين، إلا إما أن يستر القبل وإما أن يستر الدبر. قال فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل. قالوا الأفضل بعض الآراء أن يستر الدبر. لما؟ قالوا لأنه أفحش، ظهوره أفحش في حال الركوع والسجود خاصة، إذن يجب عليه أن يستر هذا الموضع.
بعض الآراء قالت لا، يجب عليه أن يستر القبل. لما؟ قالوا لأنه يواجه به القبلة، فالأولى أن يستر ما يواجه به القبلة. أما غيره فقالوا ربما الإليتان تسترا الدبر، ولكن القبل لا ساتر له، فالإلية قد تستر موضع الدبر ولكن القبل لا، فالأستر القبل. أجيب بأنه يمكنه أن يستر قبله بيديه، بمعنى الإنسان مثلا إذا صلى عريان لا يتكلف أن يفعل الموضع المسنون، ولكنه يجب عليه أن يضع يديه على قبله ليستر قبله أثناء وقوفه للصلاة. كل هذا نتكلم عنه في حالة الضرورة، في الحالة التي لم يجد فيها الإنسان شيئا يسيرا من حشيش أو طين أو ثوب ليستر القبل أو الدبر، ماذا يصنع؟ هذه هي أحواله. قال فإن لم يجد إلا القبل أو الدبر فالأولى أن يستر الدبر، وقيل الأولى أن يستر القبل. قال وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء ماد رجليه نحو القبلة لأنه أستر له. إذن المندوب في حال العاري ألا يصلي بركوع وسجود، فإن صلى بركوع وسجود مع فقد الثوب جاز، ولكن الأفضل والأولى أن يصلي موميا فيقعد ويمد رجليه جهة القبلة ثم يومي بالركوع والسجود، لأن هذا هو الأستر له. فإن صلى قائما بالإيماء أيضا صلاته صحيحة، بمعنى أنه وقف إلا أنه لم يركع ولم يسجد، وقف وصار يومئ برأسه راكعا وساجدا، هذا أيضا جائز. فإن صلى قائما بالإيماء أو صلى قائما وأتى بالركوع والسجود صح، فكل الأوضاع صحيحة، إلا إن الأولى أن يصلي موميا قاعدا، وأقل منه في الأفضلية أن يصلي واقفا موميا، والأقل في الأفضلية عن الأمرين السابقين أن يصلي بركوع وسجود. قال وعورة الرجل، بعدما تكلم عن ذلك أخذ يتكلم عن ما هو العورة إذن التي لا يتجوز معها الصلاة. نحن نقول يجب ستر العورة، فما هي العورة؟ قال وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة، ما بين سرة الإنسان الرجل إلى نهاية الركبة، فالركبة عندنا من العورة، الركبة عندنا من العورة. قال وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. كان قديما توجد الإماء العبيد الرق، فالأمة الأنثى عورتها كعورة الرجل، ويزيد على ذلك البطن والظهر. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. إذن يجب على الحرة على المرأة أن تستر كل البدن أثناء الصلاة، فإن لم تستر بدنها أثناء الصلاة بأن مثلا ظهر ساقها أو غير ذلك ظهر شعرها فهذا كله مبطل للصلاة، فلا يجوز أن يظهر منها إلا الوجه وإلا الكفين. قال وقدميها، قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. الوجه والكفان قالوا الظاهر والباطن عورة، ظاهر الكف وباطنه عورة، لا فرق بين الظاهر وبين الباطن في الأصح. وذراعها عورة على الأصح من الروايات، فلو كانت مثلا تصلي في ثوب فضفاض بحيث إذا رفعت يديها مثلا للتكبيرة الإحرام ظهر الذراع فصلاتها غير صحيحة، لأن الذراع عورة على الصحيح. قال وقدميها، لأن القدمان ليست من العورة في أصح الروايات،
توجد روايات عندنا بأن القدم يجب سترها في الصلاة لأنها عورة، ولكن الأصح والمختار أن القدمين ليستا من العورة، فإن صلت المرأة وقدمها ظاهرة صلاتها صحيحة. هل هناك فارق بين الظاهر والباطن؟ لا، الظاهر والباطن سواء. وإلى أي حد؟ إلى موضع الكعبين، إلى العظمتان، إلى عظمتين الناتئتين. هذا هو اللي عليه الفتوى، وذلك للضرورة. ما الحكم إن كشف شيء من بدن المرء؟ وما هو الحد المانع لصحة الصلاة؟ قلنا سجل السؤال. ما هو الحد المانع؟ وما هو الجزء الذي لو كشف بطلت الصلاة ولم تصح؟ قال: وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. يعني إن وجد عضو من الأعضاء وظهر ربعه يمنع صحة الصلاة، بل يجب عليها أن تستر هذا الجزء. فإن كان دون الربع، يعني ظهر شيء يسير، فقالوا لا بأس به، لأن ما دون الربع معفو عنه، ولكن الربع فما أعلى فهو عورة. الركبة مع الفخذ عضو واحد على الصحيح، يعني الفخذ مع الركبة عضو واحد، بمعنى إن ظهر من الرجل ركبته فهل تصح معه الصلاة؟ قالوا تصح. لما؟ لأن الركبة أقل من ربع الفخذ، فعندنا الفخذ من أعلاه إلى أسفل الركبة كله عضو واحد، فإن ظهر ربعه أو أكثر بطلت الصلاة، أما إن كان أقل من الربع تصح الصلاة. كعب المرأة مع ساقها كله عضو واحد، يعني الكعب نحن قلنا الظاهر هو الذي يجوز، أدنى الكعب هو الذي لا يجوز إظهاره، أما من الكعب والساق كل هذه المنطقة من الكعب إلى الساق كلها عضو واحد، فإن ظهر ربعها لم تصح الصلاة. الأذن بانفرادها عضو، بمعنى امرأة لفت رأسها وأظهرت أذنيها فهل تصح صلاتها؟ لا تصح، لأن الأذن عضو، ولو ظهر ربع بمعنى كانت مثلا تلبس حلق فسترت كل الأذن إلا الربع لا يجوز. أما إن ظهر شيء بسيط جدا لا يعتبر ربع الأذن فتصح معه الصلاة، ولكن إن ظهر ربع الأذن لا تصح مع ذلك الصلاة. الذكر وحده عضو، فإن ظهر ربعه لا تصح معه الصلاة. أيضا الأنثيان، قيل لا تضم الأنثيان إلى الذكر، بل الأنثيان وحدها ربع أو يعني عضو وحدها. ما بين السرة إلى العانة، إلى أول الشعر الذي يكون عند الإنسان في عانته، هذا عضو واحد. فمثلا إن صلى الإنسان بقميص قصير فظهر ما بين القميص وما بين البنطال أو الشيء الذي يلبسه السروال، فما حكم هذا الموضع؟ قالوا إن كان هذا يمثل ربع هذه المنطقة من السرة إلى العانة فلا تصح معه الصلاة. وسننظر أيضا نعرف أن هذا يشترط أن يظهر في عضو في مدة ركن، ولكن إن ظهر ذلك فجأة، مثلا الإنسان فجأة تعرى جزء من عورته فستره مباشرة ولم يستمر هذا الظهور لمدة ركن من الصلاة، فصلاته صحيحة ولا شيء فيها، سنعرف ذلك بعد قليل. إذن قال: ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة
وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع. بمعنى هو يلبس مثلا ثوبا فيه ثقوب وظهرت منطقة من هنا ومنطقة من هنا ومنطقة من هنا، نجمع هذه المناطق ثم ننظر إلى أصغر عضو، فإن بلغت ربعه لا تصح الصلاة، أما إن كانت في عضو واحد ننظر إلى هذا العضو دون غيره، أما إن تفرقت نجمعها ونقيسه على أقل عضو على أصغر عضو، فإن بلغت ربع أصغر عضو منع الصلاة ذلك. قلنا بشرط أن يطول الانكشاف لمدة ركن من أركان الصلاة، فإن كان في أقل من ركن بمعنى هو كان قائما أو كان راكعا، فعندما ركع انكشف مثلا شيء من ظهره من أسفل ظهره أو من إليته فستره قبل أن يقوم من ركوعه، إذا لا بأس، هذا لا يبطل صلاته. مثلا الامرأة مثلا كانت تلبس ثوبا والثوب ارتفع الكم إلى نصف الساق مثلا إلى نصف الذراع فانكشف جزء من العورة مثلا وهي في قيامها فسترت هذا الجزء وأكملت قيامها، أكملت الركن وهي ساترة، إذن لا يضر هذا الكشف. إذن الكشف اليسير الذي لا يدوم ركنا لا يضر الصلاة، والصلاة معه صحيحة. أما إذا طال بمعنى أنه ظهر أكثر من ربع العضو ومع ذلك طال ذلك ركن من الصلاة في وقت ركن من الصلاة، إذن لا تصح معه الصلاة وذلك يمنع جواز الصلاة. قال وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع، وإلا بمعنى أنه لم يبلغ هذا القدر أو لم يطل الزمان إلى أداء ركن فلا، أي فلا يمنع، وإلا أي وإن لم يكن هذا الظاهر يبلغ ربع أصغر عضو، وإلا لم يكن هذا الظاهر استمر لمدة ركن، قال فلا، أي فلا يمنع صحة الصلاة والصلاة معه صحيح. قال ومن عجز عن استقبال القبلة، هو الآن تكلم عن المسائل المتعلقة بستر العورة وعن المسائل المتعلقة بالطهارة، انتقل إلى استقبال القبلة. قال ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو مثلا لخشية غرق، بأن كان في قارب في البحر فعجز عن أن يستقبل القبلة أنه خشي إن وقف أو أن يستقبل القبلة أن يغرق، أو عجز عن النزول عن دابته بأن كانت مثلا الدابة جموحا فلم يمكنه أن ينزل من عليها، أو مثلا كان شيخا كبيرا ولا يمكنه أن ينزل إلا معين ولا معين معه، أو كان المعين لا يستجيب له، إذن هو لا يمكنه النزول عن الدابة والدابة تسير والدابة تسير في غير اتجاه الكعبة، فهل يجوز أن يصلي في غير الاتجاه أم لا؟ قال أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا، بمعنى هو مثلا كان في وقت فيه عدو أمامه، إن أعطاه ظهره قتله فما الحال؟ كيف يصلي؟ هل يصلي جهة العدو حتى يعلم أنه مستيقظ له أم يستقبل القبلة؟ قال أو خاف عدوا أو خاف سبعا، ما كان قريب منه سبع من السبع بأن كان في غابة مثلا، قال فقبلته جهة قدرته وأمنه، يعني قبلته ليست القبلة الأصلية ولكن القبلة حيث أمن وحيث قدر، إذن إن أمكنه القبلة وركب على مثلا في الدابة أو يركب قطارا أو طائرة أو غير ذلك، فجهته إلى الجهة التي يمكنه أن يصلي إليها، قبلته إلى الجهة التي يأمن فيها على نفسه. قال فقبلته جهة قدرته وأمنه، حتى الإنسان إن رآه العدو إن قاعد يصلي، يعني إن رآه قاعدا يصلي ربما يعتدي عليه ويقتله،
قالوا يصلي موميا، يصلي موميا، يجلس ويصلي بالإيماء حتى لا يلحظ العدو أنه يصلي فيتجرأ عليه ويقتله، لأن الأصل مبني على الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. قال: ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر من أهل، مثلا لم يكن عنده إنسان يخبره من أهل هذا المكان، معنى كان في صحراء أو في بلد ليس فيها مسلمون وهو لا يعرف القبلة، وأيضا لا يجد مخبرا يخبره عن مكان القبلة، أو لا يعلم أحدا يمكن أن يسأله، أو سأل فالذي سأله لم يجبه، المهم اشتبهت عليه القبلة. قال: ولا محراب، ولا محراب، يعني لا يوجد هذه القبلة التي خلفي تسمى محرابا، وهو علامة على القبلة، وهي تسمى نصب، أي شيء نصب للدلالة على شيء معين، فهذا يسمى كلاما عند العرب. عندنا الكلام عند النحاة لابد فيه من اللفظ، ولكن عند العرب كل ما يفهم معنى فهو كلام، فهذا المحراب يسمى كلاما. لما؟ لأنك عندما تدخل المسجد وتنظر هذا المحراب كأن أحدا يقول لك إذا أردت أن تصلي فصلي إلى هذه الجهة، فهو كلام عند العرب في لغة العرب، ولكن عند النحاة لابد من التلفظ. المهم، فإن لم يجد هذا المحراب ولم يجد من يخبره بمكان القبلة، قال: تحرى، أي اجتهد وحاول أن يعرف. ولكن هل يكلف بقرع الأبواب؟ بمعنى هو في بلد وكان مثلا وقت ظهيرة والكل في بيوته، أو كان في المساء وهو يعرف أن هذه البلاد مسلمة، ويعرف أنه لو طرق الباب على أحد من الساكني هذا المكان سيخبره بالقبلة، هل يجب عليه أن يسأله؟ قالوا: لا، فلا يجب عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة، ولكن يتحرى، إن وجد أحدا في الشارع يسأله سأله، وإلا تحرى بقدر المستطاع، أخذ يفكر: أنا جئت من الجهة الفلانية، أو أنا في البلد الفلانية، أو كانت معه بوصلة وحاول تحديد المكان بها، يتحرى على حسب طاقته، ولكن لا يكلف بقرع الأبواب، لا يطرق الأبواب على الناس ليسألهم، ولا إعادة عليه لو أخطأ، بمعنى هو تحرى بقدر استطاعته ثم صلى إلى جهة، ثم بعد ذلك علم بأن هذه الجهة في اليوم التالي مثلا قابله إنسان فقال له: أنت تصلي خطأ، وهذه الجهة التي تتوجه إليها ليست القبلة. قالوا: لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. لما؟ لأنه تحرى واجتهد بقدر طاقته. وإن علم بخطئه في صلاته استدار، بمعنى هو واقف يصلي ومتجه إلى هذه الجهة، ثم وجد رجلا من أهل هذا المكان فوقف بجواره يصلي واتجه إلى هذه الجهة، إذن هو يجب عليه وهو في صلاته يستدير، يستدير في صلاته. قال: وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى، وبنى الصلاة بمعنى أكمل صلاته على الجهة التي تحرها في أول الأمر، بلا تحر، بلا تحر، وإن شرع، لا هذا الكلام جديد، وإن شرع بلا تحر، بمعنى دخل في الصلاة، هو الآن في مكان لا يعرف فيه الصلاة، لا يعرف الجهة القبلة، ثم لم يبحث ولم يسأل ولم يفكر ولم يتحرى وقال: سأصلي إلى هذه الجهة، فما الحكم؟ أنه دخل في الصلاة ولكن بغير تحر. وإن شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت صلاته، وإن علم بإصابته فيها فسادت، يعني هو الآن جاء فوقف واتجه إلى هذه الجهة وصل، ولكن بلا تحري، بعدما انتهى من الصلاة وجد أحدا من أهل هذا الحي فسأله فقال له: نعم أنت صليت إلى الجهة الصحيحة وفعلا هذه القبلة، فصلاته صحيحة. المرة الثانية وهو يصلي جاء أحدهم بجواره ووقف في نفس الجهة الذي هو يتجه فيها وصلى، فهو وهو داخل صلاته علم أنه متجه إلى الجهة الصحيحة، قالوا: صلاته تفسد، حتى وإن كان متجها إلى الجهة الصحيحة، عندما كان متجها إلى الجهة الخطأ بعد تحر وعلم الجهة الصحيحة وتوجه إلى الجهة الصحيحة قلتم صلاته صحيحة ويستديره،
وعندما أصاب الجهة الصحيحة ولكن بدون تحري وعلم أنها الجهة في صلاته، تقول صلاة تفسد؟ قالوا نعم. لما؟ قالوا لأنه لا يبنى القوي على الضعيف، لا يبنى القوي على الضعيف. هو عندما دخل الصلاة واتجه هذه الجهة وهي القبلة حق، ولكن بدون تحر فحاله ضعيف، هو شاك إن كانت هذه القبلة أم لا، فحاله ضعيف، بخلاف إذا تحرى، لأنه إذا تحرى الجهة التي توجه إليها هي قبلته فحاله قوي، أما إذا لم يتحرى فحاله ضعيف. فلما علم يقينا أثناء صلاته أنه يتجه الجهة الصحيحة، إذن صار حاله إيه؟ أقوى، بعدما كان شاكا في القبلة صار متيقنا. قالوا والحال الأقوى وهو حال التيقن لا يبنى على الحال الأضعف وهو حال الشك، إذن لا تصح صلاته بل يشرع في الصلاة من جديد. قال فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحة، وإن علم بإصابته فيها فسدت، كما لو لم يعلم إصابته أصلا. ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزئهم، بمعنى كنا مجموعة مثلا وكنا في صحراء في وقت في يوم مظلم وجاء وقت العشاء، وكانت الظلمة بحيث لا يرى بعضنا بعضا، أو إنساء أو مجموعة حبست مثلا في مكان واسع ولكنه مظلم جدا لدرجة أن أحدهم إذا نظر لا يرى الآخر، ثم تحرى كل واحد منهم جهة، أخذ كل واحد في هذه الظلمة يفكر إلى أي جهة، فكل منهم تحرى جهة، فوجدنا إنسان يصلي إلى هذه الجهة، وإنسان يصلي إلى هذه الجهة، وإنسان يصلي إلى هذه الجهة، وإنسان يصلي إلى هذه الجهة، تفرقوا إلى جهات مختلفة، وليس ذلك فحسب، بل اقتدوا بإمام، فصار الإمام يصلي إلى جهة، وصاروا هم يصلون إلى جهات متفرقة، وبعد ذلك كل إنسان جلس في مكانه إلى أن استيقظ مثلاً إلى الصباح، ثم اكتشفوا في الصباح أن كل واحد توجه إلى جهة مختلفة عن الأخرى، فما حال هذه الصلاة؟ قالوا تجزئهم، لأنهم لم يمكنهم التعرف على جهات البعض، كل منهم لا يمكنه أن يتعرف على جهات الآخر، ثم إن كل واحد منهم تحريه بالنسبة له يقين بخلاف تحري الآخر، فلا يصير تحري الآخر حجة عليه لأنه تحرى، فتحريه بالنسبة له هو حكمه الشرعي، أما تحري الغير لا يدخل حجة عليه، لا يقوم حجة عليه. إذن استيقظوا الصباح أو جاء الصباح فوجدوا أن كل منهم اتجه إلى جهة مختلفة، قالوا تجزئهم هذه الصلاة. إلا واحد فقط، إلا واحد تقدم على إمامه، يعني إنسان تحرى القبلة وصادفت قبلته نفس القبلة التي توجه إليها إمامه، إلا أنه كان أمامه متقدما عليه، قالوا هذا لا تصح صلاته. إذن ما داموا خلف الإمام حتى وإن توجهوا إلى جهات مختلفة فالصلاة صحيحة، أما الذي يتقدم على الإمام فهو صلاته غير صحيحة. انتهى الشيخ بهذا من الأمور التي تتعلق بشروط الصلاة وشرع في الواجبات.